بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، راعي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، صاحبي المقام الرفيع المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي السفير الموقر سامح شكري رئيس وزير الخارجية، معالي المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل، السادة رفقاء الدرب قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، السادة الوزراء والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، السادة السفراء والإعلاميون والخبراء، الحفل الكريم. يطيب لي بالنيابة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية وبالأصالة عن نفسي أن أتقدم بالشكر العميق والتقدير الجزيل للقيادة السياسية في بلادي لإيلائها دعماً مشهوداً ورعاية بازلة لكافة دورات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. هذه الرعاية التي تخطت استمرار فعاليات الاجتماع إلى طموح تدفق نهر عطائه ليصب في مجرى نماء أواصر أخوة صادقة بين شعوب قارتنا الإفريقية العظيمة، فتحية إعزاز وامتنان لهذه القيادة الرشيدة التي ما أعوزها مطلقاً سبل مواجهة أي تحد ينال من وحدة صف الشعوب الأفريقية، ولا لانت عزائمها أبداً عن رد ما يعكر صفو هذه الوحدة. السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع، اسمحوا لي أن أهنئكم بمناسبة انعقاد اجتماعنا السادس بما يحمله ذلك من دلالات راسخة على أكيد عزمكم تحقيق أهدافه التي جمعتنا بعدما عاينت رؤاكم واطمأن وجدانكم إلى أهمية ما يصبو إليه اجتماعنا من إسهامات دستورية وقانونية تتغيى ضمان حقوق وحريات شعوب قارتنا والارتقاء بها إلى مصاف مسيلاتها في الأمم الناهضة. السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع، إنه حقاً وصدقاً لا يمارى في أهمية النتائج التي خلصت إليها الاجتماعات الخمسة الماضية وما شهدته من توافق تام للمشاركين فيها حول مسائل تحظى بأهمية بالغة على كل الأصعدة، ذلك أن مكافحة الإرهاب والفساد بكل صوره ومقاومة الهجرة غير المشروعة وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر ودعم الرقمنة إنما هي قضايا مؤثرة شهدت عصفاً ذهنياً مقدراً بين رواد ثقافات دستورية وقانونية متنوعة تمتد جذورها إلى روافد محلية وعالمية، فألهمت أولي الأمر في دولنا من مشرعين وتنفيذيين آراء جادة فاعلة في تطوير العديد من مناحي حياة الشعوب الإفريقية. السادة القضاة الأفارقة شركاء الاجتماع، كان لزاماً علينا بعدما أرسيتم معنا أوتاداً نظرية وأطراً فلسفية لهذا الاجتماع غدت تخوماً لإدارة فعالياته أن نخطو خطواً جديداً نحو بلوغ غايته الأسمى، ألا وهي تنمية الشعوب الإفريقية. هذه القضية التي اتخذناها
عنواناً ومرجعاً يتآوى إليه اجتماعنا في دورته السادسة، فقدرنا أن المواطنة وحقوق المهاجرين واللاجئين والخصوصية الثقافية للشعوب الإفريقية وحقوقها في مواردها الطبيعية المشتركة والتنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي موضوعات تتعاضد لتكون نسيجاً واحداً ينضوي تحت مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية. السادة القضاة الأفارقة، شركاء الاجتماع، لم يعد بوسعنا التربص بأنفسنا دورة كاملة حتى يلتقي عقدنا حول ما اجتمعنا على تحقيقه، فلا ريب أن الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازاً آنياً. ولذا فقد تراءى للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقاً بحثي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية، يشرفني أن أعرض أهدافه التفصيلية وأدوات تنفيذه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع، متوخياً من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحثي تطبيقاً عملياً للرؤى التي يفرزها اجتماعنا في دورته السادسة. السادة القضاة الأفارقة، شركاء الاجتماع، إن شعوب قارتنا تتطلع إليكم مؤمنة بانتمائكم مقدرة جهدكم، لذا فإنها تجيل أبصارها نحو اجتماعكم لترى ما تقدمونه لها من رؤى دستورية وقانونية تحقق لها غايته المعلنة، كما تصيخ أسماعها حين تعلنون توصياته الختامية، لعلها تجد فيها ما يطمئنها إلى أن اجتماعكم صار بحق رافداً من روافد نهضتها ونموها وتقدمها. السادة الأجلاء الحضور الحفل الكريم، ختاماً أسأل العلي القدير أن يرشدنا إلى تحقيق ما ينفع شعوبنا الأبية، مع شكري لجميعكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.